احنا وطبعا احنا لازم نعترف انه التمثيل ابتدى بمين. يعني الستات اللي دخلوا التمثيل في اوائل التمثيل ما ابتداش ببنات العائلات، يعني ما حصلش ان في ممثلة متعلمة دخلت التمثيل في بداياته، ما حصلش ان في، وهي كانت فاطمة رشدي بتقول الكلام ده، انه احنا يعني مش هنقدر نلغي او ما نتكلمش عن بداياتنا، احنا اللي كانت بتشتغل في المولد واللي كانت بتشتغل في بيت واللي كانت بتشتغل معرفش فين وكلنا رحنا التمثيل، بس التمثيل علمنا الأناقة وعلمنا النبل من كتر أدوار الملكات والبرنسسات اللي احنا تعرضنا لها، فبقينا تحولنا إلى ملكات، وده حقيقي. يعني لما نبص على الطبقة الاجتماعية، وده مش مهم خالص، بس الطبقة الاجتماعية اللي بتبتدي بيها الممثلة أندان، بعد شوية نشوف هي وصلت لفين. دي الممثلة اللي علمت نفسها فرنساوي، واللي علمت نفسها إتيكيت، واللي بتبص على آخر صيحات الأزياء، واللي بتشوف أفلام عالمية، واللي بتشوف مسرح. فواحدة من الجيل ده مديحة يسري، وأنا أظن أن هي جيل كل من ليلى فوزي ورأي إبراهيم وزوزو نبيل وزوزو ماضي، دول الناس اللي ابتدوا السينما، وهي أول ما ابتدت مع محمد كريم. برضو في حكاية شخصية حكاها لي أبويا اللي هو قدها في السن، انه كان قاعد في جروبي ولقى ان العقاد في وضع من الوله والحب والعهدة على حكاية ابويا، يعني انه قد ايه العقاد كان بيحبها. فالعقاد ده شخص مهم قوي انه يحبها، فاكيد هي شخصية جذابة وشخصية مهمة. يعني كمان الجوازات اللي هي اتجوزتها، يعني هي لما تتجوز أحمد سالم اللي هو مفيش نجمة في العصر ده ما كانتش بتحبه، أحمد سالم ابن البشوات الجنتلمان اللي كان بيركب طيارته بيسوق طيارته بنفسه، واللي كان يعني أحمد سالم بقى مناسبة مديحة يسري، وأنا كتير قوي من معلوماتي متاخده من كتاب الأستاذ، هي عندها 102 فيلم، عندها أدوار متنوعة جدا، وبالذات هي برعت في اللايت كوميدي، وساعدها هنا برضو جوازها من العظيم محمد فوزي. يعني هي مش بس جوزت ابن البشوات أحمد سالم، هي كمان ومش بس حبها العقاد، في كان في العظيم في كل حاجة محمد فوزي، يعني اللي هو لو مزيكا فهو عظيم، لو غنى فهو عظيم، لو إنتاج فهو عظيم، لو بداية إنه أول حد يعمل استوانات في مصر فهو عظيم. فهي زملت وصاحبة العظماء، العظماء بجد اللي هي مش بمعناها المجالس، يعني محمد فوزي راجل بسيط قد ايه وممثل لذيذ قد ايه، بس ما حصلش زيه. فلما تعمل فاطمة وماريكا ورشال وتبقى الكوميديا دي وتبقى اللايت ده، اختيار جميل، الجو نفسه كان بيسمح بكده. وجود بقى كمان الطالينة والأرمن وتوجو مزراحي ومحمد كريم والجو ده بتاع محمد عبد الوهاب، هي وكمان كان في طريقة تمثيل هي تخطتها. يعني هي لما تبقى هي ورأي إبراهيم، من رأي إبراهيم سنتي وهي بتمثل عادي، هي من داي وان السيدة مديحة يسري بتمثل تمثيل عصري اللي هو بتاعنا احنا بتاع دلوقتي، اللي هو بدون أي تكلف. يعني هي برضو حضرت شوية برضو نوع التمثيل بتاع فاطمة رشدي من الناس اللي هي صاحبتهم برضو، أعني صاحبة رحلتهم، يعني يوسف بيه وهبي ملك مدرسة الأداء الكلاسيكي اللي النهاردة بنعتبره أوفر. يعني فهي لم تتأثر، يعني هي الحقيقة بالنسبة لي هي وليلى مراد في الأداء كانوا سابقين عصرهم، يعني كانوا دايما سابقين لانهم كانوا بيمثلوا بالبساطه دي بتاعه النهارده. ولا لو انت معايا يا استاذ،